واعلم يا عبد الله، واعلمي يا أمة الله، أن الصوم ليس هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، لا، بل هذا هو أهون الصيام، أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب، ولكن الصوم الحقيقي أن تصوم هذه الجوارح، كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجميع جوارحك عما حرم الله، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فصم عن الغيبة، صم عن النميمة، صم عن النميمة، صم عن الكذب، صم عن اللغو، صم عن الباطل، صم عن قول الزور وشهادة الزور، صم عن هذه المحرمات. عليك بأن تكف لسانك عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تكف بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تكف سائر الجوارح عما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصوم الحقيقي، هذا هو الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا يا عباد الله، أن تكون هذه العبادات سبباً في تزكية نفوسنا وطهارة قلوبنا وسعادتنا في الدارين في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة.